ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل ايس كريم. طبعا هنستخدم جيلي مانجا، الاناناس، لا بطيخ، الطعم اللي انت تحبيه. اول حاجة طبعا انا هضيف عليه مية سخنة وهشيله في التلاجة شوية. طبعا نقلبه كده شويه وهنسيبه في التلاجة يسقع شويه. طبعا في بوله تانية هنحط كريم شانتيه وهنحط عليه لبن وهنضرب. انت ممكن برضه تستعملي الميه بديل اللبن. وبكده طبعا الجيلي سيح معانا، هنزل بقى شويه شويه. طبعا انا خلصت خلاص، هسيبه 4 ساعات كده او 5 في الفريزر وبعد كده هطلعه. وبكده الايس كريم خلص معانا، هنبتدي بقى نحطه في البولة. وبكده الايس كريم خلص معانا، ويا رب يعجبكم.